اللقاء هو رياضة بدون منشطات اللي تتحضروا الوكالة المغربية ضد المنشطات، واللي ماشي عمل أولي، لأن الوكالة هذه 3 سنين تبارك الله وهي كاينة موجودة تتعمل واحد العمل جبار، وحيث أن تقوم بواحد الدكتورة فاطمة أبو علي تقوم بواحد تحسيس هي والإكيب ديالها الفريق ديالها اللي من خبراء وناس معتمدين، وتعملوا هذا العمل على جميع الأصعدة في المغرب. واللي مزيان في هذا الشيء ان تتكون واحد التقارب مع الرياضيين ومع الفاعلين، وتتكون انشطه يعني مختلفه منها حتى الانشطه اللي تتكون داخل ثانويات والمدارس عبر العاب وعبر كذلك نصائح اللي تتكون. دونك هذا هو المضمون. اليوم حنا تنتواجدوا في كازا أنفا، يعني المحطه اللي غادي تكون فيها اليوم هذا النشاط، وان شاء الله غدا غادي تكون محطه اخرى ديال مير السلطان، وغادي يكونوا محطات الاخرين، وباقين محطات 70 ديال اكادير، فاس، مكناس. هذا هو اللي يمكن لي نقول لكم على هذا النشاط، وتنشكركم. وتحسيس باش الناس ما تبقاش تستعمل هذه المنشطات، لان بعض الخطرات هذه المنشطات الناس تمشي للارباح، تيقول انا باغي نربح، انا باغي نفوز، تيغري نفسه وتمشي للمنشطات، والمنشطات تقدر تؤدي به ما لا يحمد عقباه. وهذا الشيء تنشوفوه على الصعيد الدولي، وراء اخر حاجه اللي سمعتوا هذه الايامات هي اللاعب الفرنسي اللي خد 4 سنين. هنا تيبان لك بان راه تنقدر نكون يعني في النجوميه وفي العالميه، وتيغويني راسي وتنمشي لبعض الامور اللي ما تتكونش في الصالح ديالي، فتنخرج على راسي وتنخرج على عائلتي وعلى بلادي. فلهذا اللي تيحب المغرب يبقى حدا المغرب وما يستعملش هذه المنشطات، خصوصا بان سيدنا عطينا يعني واحد الاهداف اللي نبيله، وهذه الاهداف النبيله منها دائما الرياضه تكون هي الرياضه للجميع، والرياضه اللي تكون رائده داخل الوطن العربي وداخل الوطن الافريقي، وعلاش لا داخل الوطن الدولي، كيف شفنا اخيرا مع لا كوب دي موند قطر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا اليوم احنا متواجدين بعملات انفا في نطاق المرحلة السادسة للقافلة الوطنية رياضة بدون منشطات، التي تقوم بها الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. وهذه القافلة هذه يعني هي تجول جميع جهات المملكة. اليوم احنا في هذه الأسبوعين نحطينا الرحال بمدينة بجهة الدار البيضاء الكبرى، ولهذا يعني قمنا بعدة ورشات وعدة لقاءات مع متدخلين، مع سلطات محلية، مع رياضيين وكذلك جامعيين لمناقشة هذا الموضوع وللتعريف باشتغال الوكالة في هذا المجال. وكنت من إن شاء الله اليوم باش تكون هذه المحطة ديال الدار البيضاء أنفا تكون كمثيلتها اللي هي كانت بالجهة وبالجهات الأخرى، إن شاء الله تكون يعني موفقة بالنجاح إن شاء الله. هو الهدف كيف قلت، هو الهدف هو التحسيس بالمشاكل التي يتعرض لها أي إنسان اللي قدر يتعاطى لبعض المواد المنشطة اللي هي داخلة في خانة المواد المحسنة للأداء. إذا الشباب ديالنا عن غير قصد وعن غير علم يقدروا يتناولوا بعض المواد اللي هي مضرة للصحة، لهذا احنا كنحاولوا ما أمكن أننا ما نوصلوش عاد أننا نشوفوا زعما الدواء للأمراض اللي هي الصحية الناتجة عن تناول بعض المواد المحسنة للأداء، ولكن تفادوا اصلا يعني التناول ديالها. وكنشجعوا الرياضيين اللي هما كيكونوا في واحد النطاق تنافسي انهم ما يتناولوا اي ماده الا باستشاره الطبيب ديالهم او لا المرافق المدرب او لا اي واحد اللي هو عندهم في الطاقم ديالهم. شكرا. اليوم كنتواجدوا في العمله ديال انفا، وحنايا اليوم متواجدين في اطار تنظيم القافله الوطنيه رياضة بدون منشطات المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذه القافلة تتوجد في المرحلة السادسة ديالها اليوم، بحيث من قبل درنا 5 ديال المراحل، و
قافلة في الدار البيضاء كنا افتتحناها يوم 18 فبراير في الدار البيضاء في البرنوصي، وكنا تنتواجدوا هذا الصباح هذا الإعدادية ديال سيباويه، بحيث تلقينا بزاف ديال التلاميذ بحيث وصل العدد ديالهم 258 تلميذ اللي أعطيناهم بعض الدروس وحسناهم على المخاطر ديال استعمال المنشطات في الرياضة، وأيضا المشكل اللي تطرح بالنسبة لاستعمال المنشطات أو بالنسبة للمواد ديال تحسين الأداء، هو أن وليداتنا اليوم كلهم تتلقاهم تتوجهوا للقاعات الرياضية، وفي دوك القاعات الرياضية تلقاو عدة مواد اللي ما تنعرفوش مناش متكونة هذه المواد، بحيث ولا تتشكل واحد الخطر كبير على الصحة ديال هاد الوليدات اللي تشكلوا السبب ديال الشباب ديال المستقبل ديالنا والرجال ديال المستقبل ديالنا. وفي هذا الإطار هذه القافلة منظمة باش تقرب من المواطن، تجي باب المواطن وكتبين ليه اشنا هما المخاطر ديال استعمال هذه المواد هذه اللي ما تنعرفوش الاصل ديالها وما تنعرفوهاش منين جايه. وهذا الشيء جاء الوكاله المغربيه لمكافحه المنشطات جات باش تنظم هذه القافله هذه، لانه لاحظنا بان استعمال هذه المواد وخاصه في القاعات الرياضيه، ولينا اليوم كنشوفوا بعض الشباب اللي عندهم 20 عام 25 عام واللي بداو تيحسوا بواحد لي زانسوفيزونس لي كثار، تيحسوا ان دي زانسوفيزونس كاردياك، ان دي زانسوفيزونس رينال، ان دي زانسوفيزونس هيباتيك. وهاد لي زانسوفيزونس دابيتود ما تتكونش عند واحد الوليد اللي مازال ولا واحد الشاب اللي عنده 25 30 35 عام، هادشي كنا تنشوفوا عند الناس اللي عندهم 60 عام و70 عام. اذا الاسباب ومن الاسباب اللي كاينه واللي خصنا نركزوا عليها هو هاد استعمال هاد المواد هادي اللي غزات السوق ديالنا، وحنايا اليوم متواجدين كيف قلت هنايا في الدار البيضاء على هاد الاساس هذا. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.